الحالة رقم اثنين اللي هي second conditional، كذلك راح يكون عندنا جملتين، راح تكون عندي كلمة if. هذا القوس اللي راح يكون وراء if دائما راح يكون بزمن الماضي، الماضي البسيط. هنا القوس اللي ما يحتوي على if دائما راح اكتب اني would WOULD ونزل هذا القوس مثل ما هو. اذا جت الاف بالنص مثل ما اتفقنا بالدرس الاول فراح تسحب الزمن اللي وراها، يعني من راح تكون عندي اف وفرا جملتين قوسين، ايش راح يكون يسحب وراها الزمن؟ راح تسحب وراها انه راح تكون هنا عندي ماضي، وقوس الثاني اللي ما يحتوي على اف راح يكون عندي ود، على عكس الحالة الاولى اللي اتفقنا انه دائما الاف ايش راح يكون وراها؟ راح يكون وراها اتفقنا بالحالة الاولى انه مضارع، وهنا راح يكون عندي will والقوس. واذا جت الاف بالبداية راح تكون عندي هنا مضارع، وهنا راح يكون عندي will والقوس. يعني الاختلاف بين الحالة الأولى والثانية إنه هنا عندي ماضي بعد إف، وبالحالة الأولى راح يكون عندي مضارع. بالحالة الثانية القوس اللي ما يحتوي على إف راح أكتب would، بالحالة الأولى القوس اللي ما يحتوي على إف راح أكتب will. تمرين بلسن 3 بصحيفة 54 بالكتاب بملزمة 36، عندي النقطة رقم 1 If I have money I buy a car. أول خطوة أسويها إنه أبحث عن الإف، عندي هاي الاف الاي اف، دائما القوس نحول القوس وراء اف الى ماضي، يعني عندي اف هاف راح تصير شنو؟ راح تكون عندي ماضي. عندي الهاف مجرد امطي الماضي، ما الهاف شنو هو؟ هو هاد اج اي دي. طيب ونكتب في القوس الذي لا يحتوي على اف ود والقوس. هنا عندي القوس الثاني ما عندي كلمة اف، ايش راح اكتب؟ راح اكتب ود وانزل القوس مثل ما هو باي. النقطة رقم 2 I not have to spend so long if فراغ I have. ايش عندي ادور عن الاف؟ الاف موجودة. ايش راح تكون بيا زمن الاف وراء القوس اللي وراء اف؟ راح يكون بالماضي. نفس المثال رقم 1 الماضي مال هاف هو هاد. الجملة اللي ما تحتوي على اف ايش راح اكتب؟ راح اكتب would WOULD وانزل القوس مثل ما هو بدون تغيير، انزل النط وانزل الهاف. ثلاثة وير فراغي يوتشوز تو ليف اف يو كان ليف اني وير. ادور على الاف، الاف هياتها ايش راح يكون القوس اللي وراء اف؟ راح يكون بزمن الماضي، يعني عندي اف وكان هياتها هاي الاف وهياتها هاي الكان. اف وكان ايش راح يكون؟ تتحول عندي الكان تتحول عندي الى كود، فراح اكتب كود الماضي مال الاف مال كان، لانه وراء اف راح يكون عندي القوس اللي وراء اف راح يكون بزمن الماضي. والقوس الثاني ايش راح اكتب؟ اكتب would والقوس، انزل ال would واسحب هذا القوس مثل ما هو، انزل ال you وانزل هذا الفعل اللي هو choose، يعني مجرد انه انطينا الماضي القوس اللي وراء if. والجملة الثانية اللي ما تحتوي على if راح نكتب would. لاحظ مرة هنا اجت ال if بالبداية، ومرة هنا اجت ال if بالنص، وبالحالتين تسحب الزمن اللي وراها. شوف من جد بالنص سحبت الزمن، احنا اتفقنا دائما يكون هاد يعني ماضي، فهنا عندي الماضي مع هاف وسويناها هاد، وكتبنا بالجملة الثانية ود والقوس. هنا ايش عندي؟ عندي اف بجد بالبداية سحبت الزمن اللي وراها الماضي مع هاف هاد، وكتبنا بقوس الثاني ود والقوس. النقطة رقم 4 I learn to parachute if my friends say. اول خطوة ابحث عن الاف، الاف موجودة، مجرد راح احول القوس اللي ورا اف الى ماضي. فعندي هنا say راح تتحول عندي الى شنو؟ الى set. الواي راح تقلب الى اي دي، فراح تكون عندي هنا اس اي اي دي الماضي مال say set. طيب والقوس اللي ما يحتوي على اف، نكتب في القوس الذي لا يحتوي على اف شنو؟ would والقوس. هنا ما عندي اف، اذا ايش راح اكتب اني؟ راح اكتب would وانزل القوس مثل ما هو اللي هو learn. عندي النقطة رقم 5 قاعدتها واحدة وانتبه عليها وزارية مهمة جدا. If I be you I not ask his advice. هاي يسموها بحالة التمني، هاي بها قاعدة. عند وجود I قبل الفراغ و you بعد الفراغ فإن be تقلب إلى where. عند وجود I قبل الفراغ حصرا لازم الضمير I، و you بعد الفراغ فإن be تقلب إلى where، يعني أنت هنا راح تكتب where. طيب ليش ما كتبنا واز؟ مع العلم انه البي ممكن تاخذ واز وير واي ممكن تصير واز.
هاي يسموها حالة التمني. الحالة الثانية هي حالة يعني بهالحالة انه الـ I wear you ما ممكن انه حدوثه. فيقولوا if I wear you, لو انني كنت مكانك, ما ممكن شخص يكون مكان شخص. فبحالة التمني دائما راح نستخدم wear. كوزارية انت مباشرة من راح تشوف I قبل الفراغ و you بعد الفراغ, فالإف الإف راح تتحول يعني موضوع if, فالبي مباشرة راح تتحول عندي الى wear. والقوس الثاني راح اكتب بي مباشرة ويد, وانزل القوس, اسحب الناط واسحب الاسك. يعني اعيدها, من راح يكون عندي if راح يكون عندي اي قبل الفراغ ويو بعد الفراغ, فالبي مباشرة راح تتحول عندي الى وير. والقوس الثاني اللي ما يحتوي على الاف راح يكون ويد نوت اسك از ادفايس, لان هاي باعتبار سويناها ماضي. رقم 6, شي لوك ماتش نايسر اف شي فراغ وير كونتاكت لينسز. اول خطوة دوراني عن الاف, راح احول مباشرة هذا القوس اللي ورا اف الى ماضي. طيب الماضي مع الوير شنو هو عندي؟ راح يكون عندي وور WORE, فراح تكون مجرد الماضي. راح انطي مع هذا القوس الوير, الماضي مع هذا القوس وير, راح يكون عندي وور, راح اكتب WORE. القوس الثاني اللي ما يحتوي على اف ايش راح اكتب؟ نكتب في القوس الذي لا يحتوي على اف ود والقوس. فراح انزل ود ونزل القوس مثل ما هو اللي هو لوك. 7, هي فراغ بي مور اتراكتيف اف هي شيف. ادور عن الاف, بقيه الجمله ما مهمه طبعا, مهم عندي يعني الاقواس الاف. بالحاله الثانيه القوس اللي ورا اف يكون بيا زمن, يكون بزمن الماضي. فالماضي مع الشيف شنو هو؟ مجرد انزلها الكلمه مثل ما هي واضيف لها حرف دي فتكون شيفد. هنا راح اكتب شنو؟ راح اكتب ود وانزل القوس مثل ما هو. يعني البي ما راح تحولها وير, البي تحولها وير اشترطنا شرط يكون عندك اف وقبل الفراغ اي وبعد الفراغ يو. لكن هنا من راح تجيك بالجمله اللي ما بيها اف مباشره راح تكتب ود وتنزل القوس, يعني ما راح يجي تجيك ورا اف كلمه اف. 8, اي نوت ماري هيم ايفن اف هي بي ذا لاست مان اون ايرث. عندي هنا قوسين, قوس بقوس, ادور عن الاف. هنا عندي الاف, طيب هنا عندي البي, راح تقول لي وير. بس لحظة علي, انت عندك الوير بحالة واحدة فقط, خليها ببالك. من راح يكون عندك اي قبل الفراغ ويو بعد الفراغ, وهنا راح يكون عندك اف. من يكون عندي اف واي قبل الفراغ ويو بعد الفراغ, فالبي هاي البي راح تتحول عندي الى شنو؟ راح تتحول عندي مباشرة الى وير. بس بهالحالة اف اي يو وير. طيب هنا ايش عندي؟ هنا عندي جتي البي ورا اف, يعني راح تكون هنا ماضي. الماضي مال بي هو اثنين, احنا عندنا يا اما واز يا اما وير. طيب راح اختار واز حسب الفاعل اللي هنا قبل الفراغ. اذا عندي هي او شي او ات راح اختار واز او اي. اذا عندي يو وي وذي راح اختار وير. طيب هنا ايش عندي؟ عندي هي, هيش تاخذ؟ تاخذ واز. اعيدها, انت عندك اف تحتاج لك ماضي, الماضي مال بي يا اما واز يا اما وير. هنا الفاعل هي او شي او ات, انت راح تختار تكتب واز. هنا الفاعل راح يكون عندك يو او وي او ذي, انت راح تختار وير. طيب انا هنا ايش عندي؟ فاعل هي, اذا ايش راح اكتب؟ راح اكتب واز. شو كده احولها الى وير؟ اتفقنا اذا كان عندي اف وهنا راح تكون عندي اي وعندي البي وعندي يو. من تشوف اي ويو, اي قبل الفراغ ويو بعد الفراغ, وعندك الاف يعني موضوع الاف, فالبي تحول الى وير. غيرها ما تتحول الى وير الا بحالة هنا كان عندك يو او وي او ذي. شلون تجيني بالوزاري؟ راح تجيني بهالطريقة هاي. شي فراغ لوك ماتش نايسير اف شي وور كونتاكت لينسز. راح انطيني صيغة السؤال الوزاري اللي هو راح يقول لي يوز, يعني استخدم the correct form, شكل الصحيح of the verb للفعل, لهذا الفعل يقصد به look. طيب انا هنا اتفقنا مثل الحالة الاولى, من راح اشوف القوس انهزم منها جملة القوس, ادور على الدلالة بالجملة الثانية اللي ما بيها قوس. هنا ايش عندي؟ عندي if, ادور على الاف, if وراها فعل جاني بيا حالة war. war شنو هو؟ قبل شوية اخذناه بزمن الشنو؟ بزمن الماضي, لأن المضارع مالته شنو هو؟ هو وير اللي هو يرتدي معناتها. وور بزمن الماضي.
طيب عندي if وعندي ماضي، هذا رقم ايش قد؟ هذا رقم 2. يعني القوس اللي ما يحتوي على if ايش راح اكتب بيه؟ راح اكتب بي with، وانزل القوس مثل ما هو اللي هو look. مثال الثاني، she would look much nicer if she wear contact lenses. طيب هنا عطيلي شنو يريد الوير اسويها؟ انهزم من هاي الجملة اللي بيها قوس، ادور على الدلالة بهاي الجملة. ايش عندي هنا؟ عندي with، ود وحدها بحالة رقم ايش قد؟ بحالة رقم 2. دائما من اشوف ود اقرا وراها كلمتين، اذا ما اشوف هاف معناتها الحالة رقم 2، يعني اذا ما اشوف هاف وتصريف ثالثة راح ناخذها حسب الحالة الثالثة. طيب هنا عندي 1 2 3، ماكو هاف ولا عندي تصريف ثالث، اذا هاي الحالة رقم 2. الحالة رقم 2 عندي ود. طيب القوس اللي ورا اف راح يكون بيا زمن دائما زمن الماضي، الماضي مال وير شنو هو؟ هو war WORE. 3، if anyone need my advice I will be here. جملة بها قوس، انهزم منه دور على الدلالة. دلالة هنا شنو عندي؟ عندي will ما عندي would. والله يا حالة، حالة رقم 1، دائما بحالة رقم 1 شنو القاعدة مالتها؟ if مضارع بسيط تكون عندي و will. طيب هو شنو هنا؟ عطيني ال will. اتفقنا انه القوس اللي ورا if اذا ما يكون به not أني لو راح أخلي له S، لو ما أخلي له S من راح يكون يعني القوس اللي ما بينط لو أخلي له S لو ما أخلي له S. شو كنت أخلي له S؟ من عندي هي أو شي أو it أو anyone. طيب هنا شنو عندي؟ عندي anyone، إذا need شو راح تكون عندي؟ مجرد راح أضيف لها S، والويل هو عطي لي إياها. 4، if he looks on to the side he find lot of information. انهزم من هاي الجملة بها قوس، ادور على الدلالة الموجودة هنا. عندي if وعندي فعل بي اس، يعني يا زمن مضارع، if مضارع حالة رقم ايش قد؟ 1. طالما ناطيني if مضارع شيريد بالجملة الثانية بالحالة رقم 1 القوس اللي ما يحتوي على if راح اكتب will وانزل القوس نفس ما هو find. بالحالة رقم 3 والاخيرة اللي هي third conditional، كذلك راح يكون عندك جملتين، جملة فارزة وجملة، وراح يكون عندك if. الزمن اللي راح يكون ورا if راح يكون بالماضي التام past perfect. طلع من التسمية، يعني مجرد راح تكتب had زائدا التصريف الثالث، هذا وين؟ هذا اللي راح يكون بعد if مباشرة. القوس اللي ما يحتوي على if مثل الحالة الثانية راح تكتب would، بس راح أضيف لها شغلة، راح أضيف لها have وراح أضيف لها التصريف الثالث. هنا اذا جت الاف بالنص نفس ما عملنا الاف باقي الحالات، راح تسحب وراها الزمن، يعني راح تكون عندي هاد وبيبي تصريف الثالث، وهنا راح يكون عندي ود هاف والتصريف الثالث. طيب استاذ انا شويه ضعيف بالتصاريف الثالث، لا تقلق، اهم شيء انت عندك هاي التصاريف بهذا التمرين، سيطر لي عليهم، كلش وزاريات وكلش متكررات. يعني عندي الليف اللي هو يرحل، تصريف الثالث مالته هو left، النو اللي هو يعلم، تصريف الثالث ماله هو none، الهاف التصريف الثالث مالته هو had، come يعني يأتي، تصريف الثالث مالته come، die يعني يموت، التصريف الثالث مالته died، مجرد نضيف حرف d للكلمة، البي التصريف الثالث مالته هو been، نضيف ل en، والeat التصريف الثالث eaten نضيف له كذلك en. سيطر لي على هاي التصاريف كلش مهمة. عندي هذا التمرين بصحيفة 62 بي بلسن 6 بي 62 وبالمنزلة بصحيفة 36. النقطة رقم 1، if I know about her problem I would have lent her money. راح ينطيني يفتح لي قوس بالوزاري وراح يقول لي correct. طيب عندي هنا كم قوس؟ عندي قوس واحد، اذا راح انهزم من هذه الجملة وراح ابحث على الدلالة بالجملة اللي ما بيها قوس. ايش عندي هنا؟ عندي would. أنا قلت لك ملاحظة، من تشوف ود اقرأ ثلاث كلمات، لمن ما تشوف الهاف والتصريف الثالث، لأن بالحالة الأولى وبالحالة الثانية أنت عندك ود، لكن بالثالث راح يكون هاف وتصريف ثالث، بالثانية ود والقوس. طيب هنا عندي ود، اقرأ كلمة، ها شفت هاف والتصريف الثالث هياته ثلاثة كلمتين، إذا هاي الحالة رقم ايش قد؟ هاي الحالة رقم 3. القاعدة الثيرد كونديشنال رقم 3، إن القوس اللي بعد if ايش راح نكتب به؟ راح نكتب به had والتصريف الثالث. فهذا عندي القوس اللي بعد if راح اكتب had، التصريف الثالث ما no، قبل شوية قلت لك انتبه عليه، هو شنو؟ هو none.
راح تنزلها نفس ما هي بس تضيف لها حرف N، يعني راح تنزل كي إن أو دبليو مجرد أضيف لها حرف N. اثنين، if we forgot leave earlier we wouldn't have missed the bus. طيب هنا مش عندنا would، راح أقرأ كلمتين أو ثلاثة حد ما نشوف have والتصريف الثالث. عندي هنا not، عندي have، وعندي التصريف الثالث. من أشوف have أشك بالموضوع، من أشوف كلمة انتهت ب ed أو en معناتها هي تصريف ثالث. هنا انتهت ب ed وعندي have، إذا هاي حالة رقم ثلاثة. الاف اللي وراء القوس اللي وراء اف بالحالة رقم ثلاثة راح يكون تصريف، يعني راح نكتب هذا التصريف الثالث. فراح اكتب هاد وانطي التصريف الثالث مال ليف. شنو هو ليف؟ يرحل، هي ليفت. رقم ثلاثة، I not eat if we had none it was expensive. طيب ابحث عن الجمل اللي ما بها قوس، عندي اف وعندي هاد وعندي التصريف الثالث، هيا حالة، حالة رقم ثلاثة. من انطالي اف وهاد وتصريف ثالث، القوس الثاني راح يكون ويد وهاف، وراح اكتب التصريف الثالث. هو انطالي هاي اف وهاد، اذا راح اكتب شنو بالقوس اللي ما يحتوي على اف، راح اكتب ود وهاف والتصريف الثالث. يعني راح انزل الود، انزل النوت، وانزل الهاف، وانطي التصريف الثالث للفعل ايت بس مجرد اشدلها اي ان. انتبه لي على هاي الملاحظة، النوت راح تكون ما بين الود وما بين الهاف، يعني ما راح نقول I would have not eaten، راح نقول I would not have eaten، ما نقول I would have not eaten، راح نقول I would not have eaten. يعني not راح تكون بين ال would وبين ال have. تم القاعدة انه هي would have، فانت راح تنزل ال would وتكتب ال not وبعدين ال have وتنطي التصريف الثالث للفعل اللي هو eaten. نقطة رقم أربعة، I would have studied medicine if my parents have money. طيب أدور على الدلالة اللي موجودة بالجملة المحلولة ما بها قوس، عندي would وعندي have وعندي studied، يعني هاي حالة رقم ثلاثة. وقاب الفراغ اللي بعد if راح أكتب had وأنطي التصريف الثالث اللي فعل have شنو هو؟ had. فشون صارت had؟ had وحدة من القاعدة اللي بعد if بالحالة الثالثة تكون had عندي، والتصريف الثالث مال have هو had. رقم خمسة، what would you have done if nobody come. طيب هناش عندي، عندي would وعندي have، قلت لك من تشوف would اقرأ كلمتين، من تشوف have وتصريف ثالث معناتها الحالة رقم ثلاثة. يعني القوس اللي وراء if راح يكون شنو دائما، راح نكتب had وننطي التصريف الثالث للفعل come شنو هو، come تبقى مثل ما هي come. طيب عندي جملة رقم ستة، we die if nobody had come. طيب هناش عندي، عندي if وعندي had والتصريف الثالث، إذا بالقوس اللي ما يحتوي على if إيش راح أكتب؟ راح أكتب would وأنزل have وأنطي التصريف الثالث للفعل die مجرد أضيف له حرف d. شلون عرفت الحالة رقم ثلاثة؟ لأن عندي had والتصريف. if سلوى hadn't told me I'd be late. أنهزم من هاي الجملة اللي بيها قوس، أشوف هاي الجملة الدلالة، عندي if وعندي had والتصريف، إذا الحالة رقم ثلاثة. إيش باقي لي من المعادلة؟ باقي لي would وانزل هاف وانطي التصريف الثالث للبي حسب ما انطيت لك اياها، هنا راح يكون هو بين. يعني ملخص الموضوع، عندنا بالحاله رقم واحد حيكون عندنا قوسين، القوس الاول حيكون عندي دائما بزمن المضارع، اذا كان عندي نط فاني راح استخدم يا اما دونت او دزنت. أني راح أكتب don't إذا هنا كان عندي I أو we أو you أو they، أكتب doesn't إذا كان عندي he أو she أو it. إذا ما كان عندي not فارلو راح أخلي s للقوس، هنا لو ما أخلي s راح أخلي s إذا كان الفاعل عندي he أو she أو it، وراح ينزل القوس مثل ما هو إذا كان عندي الفاعل I أو we أو you أو they. القوس الثاني دائما اللي ما يحتوي على if راح أكتب will والقوس، طبعا ممكن تستخدم can ممكن تستخدم may، بس أكثر شيء بالوزارة يركز عليها will. فراح يعني التمارين معكم اكثر شيء مستخدم بها الويل. عندنا بالحاله رقم 2 دائما القوس اللي بعد راح يكون بزمن الماضي، اتفقنا اذا عندنا مثلا هاف راح اكتب هاد، اذا عندي مثلا انطاني وير يعني يرتدي راح اكتب وور دبليو او ار اي. القوس الثاني اللي ما يحتوي على اف دائما راح اكتب ود والقوس، كذلك ممكن تكتب كود ومايت بس اكثر شيء يعني تقدر تستخدمه هو الود.
الحالة رقم 3 third conditional راح تكتب if دائما وهاد و pp القوس راح يكون وراء if. القوس اللي ما يحتوي على if راح دائما راح تكتب would have وتزائدا طبعا التصريف الثالث، او ممكن تكتب could have والتصريف الثالث، او might have والتصريف الثالث، بس اكثر شيء مستخدمه هي would have. عندنا حاليا تمرين بلسن 9 deep اللي هو بالكتابة بصحيفة 70 وبالمزمة بصحيفة 48. هذا التمرين كلش مهم ووزاري متكرر. هذا يجمع الثلاث حالات اللي اخذناهم. عندنا أولاً what would you like to change if you can change one thing إلى آخره، ما مهم، المهم عندي الأقواس هاني. لاحظناش عطي لي قوس واحد. إذا إيش راح أسوي؟ انهزم من هذا القوس، أدور على الدلالة بهذا القوس حتى أشوف راح حالة رقم إيش قد. عندي هنا would، قلت لك من تشوف would أقرأ كلمتين لحد ما تشوف have. إذا أكو have بعدها تصريف ثالث هالحالة الثالثة. إذا ماكو هاف هالحالة الثانية. طيب هنا عندي ود واحد اثنين، ما عندي هاف، إذا الحالة رقم ايش قال هاي؟ الحالة رقم واحد، العفو اثنين. الحالة رقم اثنين قاعدتها شنو تكون دائما؟ تكون عندي من اف وماضي، والقوس الثاني دائما راح يكون عندي من ود وزايدا القوس. طيب هو هون هنا ايش عاطي لي؟ عاطي لي الود هياتها مو؟ إذا دائما القوس اللي وراء اف ايش راح يكون؟ راح يكون دائما بزمن الماضي. ماضي كان شنو هو؟ كنت. اثنين if you go to bed now you feel better. لاحظناش عندي if وعندي كلمة now. now تدل على اي زمن؟ زمن المضارع. طيب if مضارع قاعد رقم ايش قد؟ رقم واحد صحيح؟ اللي تتكون عندي من if مضارع دائما عندي ال will وزائدا القوس. هنا هو عطيني القوس الاف، يريد القوس الثاني. اذا ايش راح اكتب؟ راح اكتب will وانزل القوس مثل ما هو فيه. القوس كل شيء يتغير به، فقط الحاله الثالثه تنطي التصريف الثالث. ثلاثة what would you buy first if you were a million pounds. عندي قوس واحد، انزل من هذا القوس ادور على الجمله، على القوس يعني دلاله الجمله ما بها قوس. عندي هنا would، شكيت بالحالة الثانية والثالثة. إذا أكو هاف حالة ثالثة، ما أكو هاف بعد ود حالة ثانية. أقرأ كلمتين واحد اثنين واي ثلاثة، ما أكو هاف، إذا الحالة رقم مش قد ثانية مثل الجملة الأولى، يعني إف وماضي ود والقوس. طيب وهنا شنو عطي لي الود؟ القوس اللي وراء إف دائما بالحالة الثانية شو يكون؟ بالماضي. الماضي مالوين شنو؟ مجرد الآي راح تصير أو، فتصير ون دبليو أو إن، مجرد الآي تصير أو. أربعة what would we have done if our car break down. طيب أعطيني قوس، أنهز من جملة به القوس أدور على الدلالة. عندي would، أشيك بين اثنين وثلاثة، عندي have وعندي التصريف الثالث، صارت حالة رقم ايش قد؟ ثلاثة. شنو قاعة الحالة رقم ثلاثة؟ تتكون عندي دائما من if وهاد والتصريف، وعندي would وhave والتصريف. طيب يعني القوس اللي وراء if دائما راح يكون هاد و pp. هنا عندي القوس اللي وراء if، اذا ايش راح اكتب؟ راح اكتب هاد وانطي التصريف الثالث مال فعل break شنو هو؟ broken b r o k e n ونزل الداون مثل ما هو، مجرد انطي التصريف من هذا الاول فعل break broken. I want help شريفة if she not lend me her camera إلى نهايتها. عندي قوس، أجي أبحث عن الدلالة بالجملة اللي ما بيها قوس. عندي هنا شنو want؟ بالمحاضرة الأولى قلت لك احتمال تجيك want أو تجيك will. طيب من تشوف will وهاي الإف موجودة، يعني حالة موضع إف، يعني هذا حالة رقم ايش قد؟ واحد، يعني القوس اللي وراء إف راح يكون زمن المضارع. طيب قلنا من نشوف not بالدرس الأول، وراء إف بالحالة رقم واحد شو أكتب؟ يا إما don't أو doesn't. هنا عندي الفاعل she، إذا إيش راح أكتب؟ راح أكتب doesn't ونزل القوس. If you find a snake what would you do؟ عندي قوس واحد، انهزم من هذه الجملة بها القوس، أجي الدلالة بالجملة ما بها قوس. عندي would، أشك بالحالة رقم اثنين وثلاثة، عندي have حالة رقم ثلاثة، عندي ما عندي have حالة رقم اثنين، أقرأ كلمتين ما عندي have، إذا الحالة رقم اثنين. الحالة رقم اثنين القوس اللي وراء اف ايش يكون دائما؟ دائما يكون عندنا اف وماضي، راح يكون ماضي، مجرد انطي الماضي مال فايند هو